حكم على الشيعة حكما واحدا. ومن ينظر في كلام أهل السنة المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يرى أنهم لا يجرون الشيعة مجرا واحدا بل يفرقون بينهم، فمنهم المسلم الذي عنده يعني بعض المخالفات، ومنهم من يكون غير مسلم تبعا للرأي الذي يتبناه. فإذا هذه أنا أوجه دعوة لجميع إخواني وأخواتي، حتى لو كان عندك رأي ترى أن هؤلاء قد أتوا برأي شاذ، أعرض القول بأسلوب حسن حتى لا تنفر الناس. نعم بدر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله وأنتم تتكلمون عن علي عليه السلام. أهلا بك يا ثائر. نعم، أحب أشارككم بما أنكم تتكلمون عن أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. وتدعون أنكم تحبونه. لا 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 لا, لا, لا. انتظر. نعم. انتظر يا ثائر، يعني ليس لك أن تحكم على ما في قلوبنا. إذا كان عندك سؤال وكما اعتدت وكما وجهتك مرارا، إذا كان لديك سؤالا فها هو شيخ يجيب على أسئلتك أسئلة مجردة دون أن تجرح فينا. فأنا منذ قليل وشيخي نقول الحكمة والموعظة الحسنة والدعوة، فاجعلها دعوة. تفضل. إن شاء الله. أحسنتم. هناك حديث يا فضيلة الشيخ، هذا هو متفق عليه وأنا أعتقد أنه حديث مشهور عند السنة وعند الشيعة، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أن تقول فيك يا علي طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا ما تمر بملأ من الناس إلا أخذ التراب تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة. فقال بعض المنافقين كما وصفهم الشيخ الكريم: والله إن آلهتنا التي نعبدها في الجاهلية أفضل، والله لعبادة اللات والعزة أهون من هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوما خصمون. قال هؤلاء الذين أنكروا على علي عليه السلام قول رسول الله، هؤلاء ألم يكونوا صحابة يا فضيلة الشيخ؟ أما السؤال الثاني لفضيلة الشيخ، إذن لماذا يعني أمير المؤمنين عليه السلام؟ يا ثائر ننتظرك غدا حتى نجيب على السؤال الأول. شيخي أنا ما فهمت السؤال، يعني ساق حديثا. نعم. ما في كلام الصحابة في علي؟ نعم. ما أدري، ما سمعت السؤال. طيب.